الحكامه رفعت الجلسه للتداول في نقطه تخص طلب المتهم الانسحاب من الجلسه وان تجري المرافعات في غيبته. هذه المرافعات اللي اليوم كانت اعتقد نظرا لجديتها وقوتها مؤلمه للمتهم ولم يقوى على سماعها، لذلك طلب الانسحاب. هذه نقطه موضوع نقاش، موضوع جدال، هل سينسحب ام لا؟ هو يتشاور مع دفاعه، هل سيستمر في الحضور للجلسه من الجلسه مع الاطراف ام لا؟ نتمنى ان يحضر حتى تكون له يعني الصوره الكامله، لانه اخر كلمه تكون للمتهم ويجب عليه ان يرد على جميع ما اثير في حقه. لذلك اعتقد ان قواعد المحاكمه العادله تلزم بان يبقى يسمع لكل ما يقال وان يرد على كل ما يقول. نحن في اطار مخاصمه، في اطار محاكمه، كل طرف يدلي بدلوه، كل واحد يدلي بحججه. احنا اليوم في المرحله ديال عرض الحجج ووسائل الاثبات اللي قدموا بها الاطراف المدنيه. اتمنى ان تستمر المناقشه في الجو الهادئ الذي ابتدانا به. ما اؤكد لكم انه لم يكن يعني اليوم على خلاف السابق، لن تكون لا شجارات ولا يعني منازعه داخل القاعه، كل ما كان انه مرافعه مسترسله بدون انقطاع حتى قطعت بموقف المتهم الذي قال انا سانسحب امام دهشه وذهول دفاعه، لان حتى الدفاع لم يعترض في اي لحظه من اللحظات على اوجه المرافعه ولم يسجل اي يعني خدش او مس بالمتهم، وكان ذلك بحضور هيئه دفاعه وحضور النقيب زياد. لذلك اعتقد انه قواعد المحاكمه العادله كانت يعني توجب ان يبقى حتى يرد، ولكن الظروف اليوم يعني لا تسمح بان يستمر. احنا مستعدين انه يتاخر الملف الى حين ان يكون في كامل قواه الصحيه لكي يسمعنا ويسمع اوجه دفاعنا. واقول دائما ان الفيصل في هذه المنازعه وهذه المخاصمه ستكون هي المحكمه. هو ما قاله يعني المتهم المحكمه، قال ان ظروفي الصحيه لم اعد معها قادرا على مواصله الاستماع وانني اطلب ان انسحب وان دفاعي سيبقى لسماع مرافعتي. واكثر من ذلك طلب من المحكمه حتى ان يعني كاتب الضبط لا يحضر حتى لتبليغه بالمرافعات. قال انا اصدق كل ما يقال وانا لست في حاجه حتى لمناقشه او اطلاع على ذلك، لان دفاعي سيتصل بي وسيبلغني بحقيقه كل ما رجع ذلك وكل ما رجع من بعدين. نحن اليوم اللحظه كننتظروا المحكمه شنو غتحسن في هذا الموقف، والمحكمه لن تقول الا القانون، وهذه المرافعه يعني وهذه المحاكمه سوف لن تسير الا وفق الضوابط القانونيه المعمول بها. المتهم من حقه ينسحب، من حقه ياخذ موقف، من حقه يطلب اجراء المحاكمه في غيبته. هذه حقوق اعطاها للمجتمع في اطار حقوق الانسان وفي اطار حقوق المتهم. من حقه يطلب ان تكون المرافعه في غيبته، لذلك هذا حق المتهم، عنده حق يتصرف فيه، ولكن تبعاته يجب كذلك ان يتحملها. لذلك لانه الانسحاب له تبعات قانونيه، والانسحاب لانه نحن في اطار مؤازره يعني يحرم حتى الدفاع ديالو من مواصله الحضور، لان الدفاع يؤازر ولا يلوم. لذلك انا كنت يعني هو له دفاع يناقش معه ويستشر معه، واعتقد انه سيتخذ القرار السليم الذي يراه صالحا لغيره.